السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شيفروليه تاهو 2007. السيارة تعاني من مشاكل، صعوبة في التشغيل و ضعف في العزم. طبعا أول حاجة بدأت التشغيل لما تشغل التحسوس، طبعا لمبة التشيك انجن ملغية، محذوفة من النظام، أو عفوا ممكن إنه حاطين لها فاين أو كرتون في الطبلون. السيارة فيها 16 عطلة في المكينة، طبعا راح نحذف الأعطال وراح نفحص من جديد نتأكد. لكن صراحة أغلب اللي يسوون الحركة هذه إنهم يكنسلون لمبة التشيك إنجن، صراحة هم بيغشون الناس، لكن حسابهم عند الله عسير. يعني أنا أنصح الكل لما تركب أي سيارة معروفة، سواء جي ام، فورد، من اي شركة، اول ما تشتري السيارة او تفحص السيارة تشوف، طبعا تشغل المفتاح تشتغل عندك لمبة تشيك انجن وتنطفي على طول. في نسبة هذه السيارة ما شغالة، شغال عندي حق الاطارات التراكشن وعند الاي بي اس، هذه المولعة على طول. فبإذن الله ان شاء الله راح نتحقق من السيارة، راح نشوف ايش مشكلتها ونحلها ان شاء الله. بالنسبة للشغلة السيارة هذه ممكن عنده مشكلة في الضفيرة. الآن بعد ما حذفنا الأكواد السابقة راح نجرب السيارة ونشوف ايش يطلع معانا ان شاء الله، وراح نتأكد برضو من لمبة التشيك انجن محذوفة من السيستم نفسه او في مشكلة او انه مغطيناها بفاين او من هذه الأمور. يا اخوان احذروا الغش في السيارات، طبعا كثير من الناس الان يتفنن في هذه الامور، منهم من طريق البدائية ومنهم متطور، لكن سبحان الله كل من غش لابد يخلف بعده اثر. من ضمن الغش انه اخفاء الاعطال في السيارات، خاصة السيارات الامريكية وايضا السيارات اليابانية، وذلك عشان يكسب مبلغ بسيط او مبلغ معين، ويقول خلاص الشخص ذا يتحمل السيارة. لكن هذه الأمور دنيوية والحساب عند الله عز وجل أولا. لكن نقول لكم أثناء شراء السيارة أو تصليح السيارة، وقت ما تجي تشيك السيارة، طبعا أول علامات اللي علامات الطبلون، علامات الطبلون مفروض أن أول ما تفتح سويتش تشتغل جميع العلامات كنوع من نوع الفحص للسيارة. آخر العلامات اللي راح تنطفي اللي علامة الزيت وعلامة تشيك حق الماكينة. طبعا علامة تشيك الماكينة ضرورية، بعض أشخاص يقول لك أنا شغالة عندي من زمان ما فيها أي إشكالية، لا، إذا هي شغالة تأكد بإيش السبب، قم بصلاح السبب، حتى إذا صار في عطل ثاني تقدر تحدد إن والله في عطل أصلح، ضروري إن أصلح هذا الشيء. أحد الأسباب الرئيسية في أعطال السيارات خاصة السيارات الكبيرة هو عدم الاهتمام بعزل الضفيرة بالشكل الكافي أو تغيير العزل بعد مرور الوقت عليها، خاصة الضفيرة اللي تكون قريبة من الماكينة والأسلاك اللي قريبة من الماكينة، بحيث أنه ما يصير أي مشكلة أو تلامس أو شورت للأسلاك أثناء سيران السيارة على الخطوط، وخاصة لأصحاب الجموس والتاهو ينتبهوا للضفيرة من هذه الجهة، بحيث أنها تحتك بالمواسير، وبعض الأحيان تتجه للدركسون أو الدودة، وبالتالي تنقطع على الضفيرة ويمشي. أيضا تغيير البواجي وأسلاك البواجي مهم بشكل دوري للسيارة، وتنظيف كذلك الدعسة أو الثروت البادي دائما تحتاج تنظيف، والسيارة تنظيفها يعني صاحبها ما راح ينظفها كثير، لكن إن شاء الله نضبط للسيارة وإن شاء الله تفجأ تمام.